آمين. ثقوا في فراسة. ما كان ذلك. لنبقى متيقنين. شيء مهم هنا. علي الاستمرار في البحث. لا شيء، علي التأكد مما إذا كانت هناك صناديق أكثر بالجوار. رويدة، لن يطول الأمر. اخرج من هنا. ها؟ مهلا. مهلا.
تزيقات يحرسون الموقع. لابد أنهم وجدوا شيئاً مهماً. متى نتقاضى أجورنا يا زعيم؟ نحن سنتقاضى أجورنا بشكل أو بآخر. ليس لديه مزيد من سرقته، لكن ذلك أفضل من عدمه. هل أنت زعيم عصابة حاملي ندوب المعارك؟ لابد أنك تتقاضى أجراً جيداً. ليس بالقدر الذي نريد أن نتقاضاه، أؤكد لك. أتؤدي لي عملاً صغيراً؟ ربما. ما طبيعة العمل إذا؟ أترى رجال الخليفة المتأنقين هناك؟ أحتاج من يعينني عليهم. لندبر شيئاً. تتحدث كمرتزقة حقيقي، إليك عملة تقديراً مني. ويحك، إنه عمل شريف. اذهب إلى مكان آخر. سأتي متأخراً الليلة. هذا الحق. عمل مدهش يا صديقي. هل تنقب عن شيء للخليفة؟ هذا ليس من شأنك. بقايا الحضارات القديمة تثير اهتمامي. أتمانع إذا ألقيت نظرة بالجوار؟ تفحص الصخور القديمة قدر ما تشاء، لكن لا تلمس أدواتنا وصناديقنا. لا أجرؤ على ذلك. هذا الحر يصيبني بالسقم. أظنني رأيت هذا الوجه. أيا كان ما ستفعلينه، لا تسألي عن الطبيب حسان. أعرف، سأختفي تماماً كالآخرين. أنت ذا؟ لا، لقد قتل النسر. لا، ليس مجددا. معا نرى كل شيء يا إنكي. الصندوق عليه ختم أحمد المميز، لابد أنه ملكه. مثير للاهتمام. خطاب إلى أحمد من الطبيب حسان. لابد أن أحمد في المستشفى ويعمل مع هذا الطبيب، لكن ما علاقة مبتكر شهير بالطبيب؟ لابد من وجود رابط ما. البنرستان، المكان الذي يجتمع فيه أفضل معالجي بغداد. العثور على الطبيب حسان سيدلني على أحمد. مهلا، انظر، إنه هو. أيها الحرس، إنه هنا. احترس فقط من الصخور الحادة والصبيان الحمقى. معقلا.
عار عليك أيها الشرير، أيها الحرس، اطلبوا الشرطة. شخص آخر من موقع الحرس. هذه المرة تبي إصبعي. أحتاج طريقة لدخول حجرة الطبيب حسان. عار عليك يا شرير، يا حرس. أنا لن أصير هذا. فليكن الرب معك يا رجل، لا تهتفل الشرطة. أذار، فهؤلاء قذيفون شرهم عظيم. الجاحظة يشير لا أقصد مخالفتك، لكن الألف لم يكن جميلا. هذا هو شعار التنظيم. كل هذا يثبت أن الطبيب حسان واحد منهم. هذا الخطاب يثبت ذلك. حسان متورط في التنظيم إلى أخمص قدميه. تعرض بعض علماء بيت الحكمة للحريق وهم ينقذون الكتب. نريد الغرفة من أجل المصابين. لا، ذلك مختبر الطبيب حسان الخاص. إنه مقفل ولا يسمح لأحد بدخوله. هل سنترك ضحايا الحريق إذن بالخارج فحسب؟ هل من أحد يجيبني؟ من فضلك اخفض صوتك، إنك تزعج المرضى. يبقي الطبيب حسان مختبره مغلقا. أتساءل لماذا؟ أحلم برؤيتها قط. مهلا. من؟ زجاج مكسور قد يكون وسيلة للدخول. مهلا. لا أظنك. على رسلك. مليون أضرب النيران في حذائي على بعد 30 خطوة. مهلا.
ليس العيب في أساليبي، بل في الآلية نفسها. إنها تحتاج إلى مزيد من المختبرين للبحث. إنني بالتأكيد لست بحاجة إلى تدخل مبتكر عديم النفع في العمل العظيم. ألست أنا الأزدهى العظيم المخيف؟ ربما لا يجب أن أجهر بذلك. ركز يا حسان. مات الطبيب، والآن حان وقت العثور على أحمد وحل هذا اللغز المعي. باسم، ماذا جرى هنا؟ أين كنت يا أحمد؟ كنت بالجوار، إنني دائماً بالجوار. هل لا تخبروني بما حدث؟ أتدري بأن هذا الرجل يعمل لصالح التنظيم؟ لقد دعاني منذ بضعة أسابيع بعد أن وجدوا شيئاً في الصحراء، آلية قديمة من نوع ما، احتاجوا إلي لي. ولم تطرح أي أسئلة؟ لا أطرح أسئلة عندما يتعلق الأمر بالعمل. وأنت؟ أخبرني بشأن هذه الآلية. إنها تفتح مساراً داخل العقل إلى العالم القديم. هذه الآلية بشكل ما تفتح أبواب الإدراك. هل رأيت هذا بنفسك؟ لا، لكنني سمعت حكايات عمن رأوا. إنهم ضائعون يا باسم، لأنهم يعتقدون أن ما رأوه هو الواقع. يعتقدون أنهم ينتمون إلى هذا العالم القديم. لم أكن أعرف شيئاً عن تورط التنظيم. لو كنت أعرف لجئتك. إنني فقط انغمست في الأمر. أنت تعرفني، تعرفني يا باسم. ستغادر هذا المكان وتعود إلى المقر. إن لم تخبر أحداً فلن أخبر مخلوقاً. مؤسف أن تنتهي تلك المعرفة دائماً بالوقوع في الأيدي الخاطئة. صحيح يا باسم؟ فوضى عارمة، ضمادات رأس، لكن هذا مستشفى على كل حال. علي العودة إلى المقر. حسن، سأكون مجنونا. باسم، انضم إلي على السطح. فلتصحبك السلامة في رحلتك. باسم، كنت أعرف أنه أنت. ليس لديك وحدك أعين ترى من بعيد. إذن يا تبت، هل ملأت الشوارع بالأعين والجواسيس؟ هكذا حياة الرفيق، لولا معرفتي. أين كنا سنصير؟ المعرفة أداة، سلاح يمكن استخدامها في الخير أو الشر، والتنظيم يستخدمها في الشر حقاً. ماذا عرفت؟
الفساد مستشر جدا داخل بيت الحكمة. إنهم يستخدمون كتابا قديما ليبنوا جهازا خبيثا. لقد سمعت شائعات عن هذه البدعة الكفرية، يطلقون عليها العمل العظيم. يجري التنظيم تجارب على الناس، تجارب قاتلة. لقد ردعتهم بشكل مؤقت، لكن شخصا يدعى الرابيس يدير الأمور في بيت الحكمة. ألديك فكرة عمن قد تكون شخصية رابيس هذا؟ إنني أشتبه في العالم الكبير فاضل فهيم. ذلك العجوز الواهن؟ الأدلة التي جمعتها تخبرني بذلك. ربما سيقيم بيت الحكمة ندوة كبيرة قريباً، اجتماع غير رسمي للعلماء، درس، مرطبات، لغو، حتى إن العظيمة عريب ستحضر. اذهب، تجسس على هذا المدعو فاضل بحذر، لكن لا تشهر نصلك في الندوة، لا نريد أن نكشف أمرنا بعد. لكن إذا كان فاضل مذنباً وبمفرده، فحينها كلاف على السم عليك لدغه، لكنك لابد أن تكون متأكداً. قبل أن أتصرف سأكون متأكداً. ملين بالبضائع الجديدة؟ ألا يشغلكم أمر عودتكم بها من حيث أتيتم؟ توجهوا لآسة طائر الشمال من أجل أفضل دابة تجتاز رمال الصحراء والخليفة. يفترض أن الندوة هنا حيث يشارك ألمع الأشخاص في بغداد حكمته. معذرة، أبحث عن درس العالم الكبير. سيبدأ درس فاضل فهيم حول أسلاف البشر السابقين على الطوفان عما قريب. استمتع بمخزوننا من أطايب الطعام والمرطبات اللذيذة من فضلك حالياً. أين الشاعرة عريب المأمونية؟ أين الشاعرة عريب المأمونية؟ أين عريب؟ تمنيت أن أنال نفحة من هالتها العظيمة، من النادر رؤيتها خارج المدينة المدورة. المحبوبة في الحديقة تتأمل جمال وكمال الطبيعة. أن يكون المرء زهرة بين يديها الحكيمتين هو إلهام لبيت شعر ركيك. لابد أنها مرتاحة لتحررها من رعاتها الأثرياء. لعلها تعيش حياة مزدوجة مثيرة وسرية، فتخرج من قصورها خلصة بحثاً عن الإلهام في حياة العامة. أشك في ذلك. المترجم: يا حنين، كان ينبغي أن تتمهل العودة.
أعرف، لا أزال متوتراً، لكنني لم أستطع الابتعاد عن كتبي. لا مفر من تأدية واجبنا دائماً. وداعاً. قد يكون ذلك العالم سيدي، لقد تشرفت بمعرفتك. من الجيد رؤية الشباب يستمتعون ببيت الحكمة. تعتقد أن العالم الكبير سيلقي درساً جيداً؟ لا تهدر وقتك في الاستماع إلى ترهاته، لقد كتبت العديد من الكتب العملية والتأديبية بدلاً من ذلك. عن أي الموضوعات؟ لقد كتبت باستفاضة عن الساعات الشمسية والأسطرلابات والنجوم والكواكب ومحيط الأرض. مذهل يا سيدي، سأقرأ مزيداً من أعمالك قريباً. وداعاً. قد يكون ذلك العالم الفلكي واحداً منهم، إلى أني أشك في ذلك. لعنك الله، لا احترام لديك للسلطان. إذا كنت قد سمعت بذلك، قلت لك سأراك بالجوار. بالفعل، وما الذي أعادك؟ أريد أن أريك شيئا. تحتوي فتحات بيت الحكمة هذه على أكثر الحلي والأدوات غرابة. سبق أن جئت هنا يا نهال. هذه حجرة أحمد بن موسى. أكنت تتسللين إلى هناك؟ يصيبني بالقشعريرة، كما لو أنني أقترب من سر كوني. تقرأين كثيراً عن السحرة والمدن المفقودة والمدفونة أسفل الكثبان. أنت لا تقرأ بما يكفي، لعل هنالك عوالم أخرى، أناساً آخرين بالخارج وسط النجوم. هذا هراء. أحمد وإخوته قادرون على تصميم بعض الأجهزة المدهشة. أخشى أن كل أفكاره ليست عملية بهذا القدر. لا تختل بنفسك، فالعالم مليء بالعجائب. ها هي الشاعرة التي يحبها تابلو، التي تظهر أشعارها باستمرار في أماكن غير متوقعة. ماذا؟ السماء والبحر بعيدان، لكنهما في عينيك أنت وحدك يلتقيان. لقد قرأت أشعاري، ومن أنت يا ترى؟ محب للشعر ليس أكثر، وللنظام أيضاً. أم هل أقول الفوضى؟ لا أعرف سوى شاعر واحد ممن يحبون الفوضى إلى هذا الحد، وهو علي بن محمد. هل أنت من محبي عمله الغث؟ التنافس بينكما أسطوري، من شأنه تعزيز الصناعة، لا يسعني الاختيار. أنت لبق للغاية، لكنني أفضل البحث عن الإلهام وسط هذه الأزهار البديعة. طاب يومك. يذكرك بكوابيسك؟ لا، بل شيء من البيمارستان أو مخطط تدريب للمستترين. آه أجل، الطرق السريعة للقتل بصمت، موت في ثوان. هذا؟ لقد رأيت هذا الرسم التوضيحي من قبل. هل هذا ما أردت أن تريني إياه؟ نعم، لقد ذكرني بذلك الغرض الذي وجدناه في القصر. ما هو؟ رسم من كتاب قديم. هناك شيء تخفيه عني. لن ترغبي في معرفة ما يحدث خلف الأبواب المغلقة. لماذا؟ لأنك أيضاً لا تعرف؟ لأنه كما قال درويش، من الأفضل أحياناً ألا نعرف الحقيقة وراء ما يجب علينا فعله. الحقيقة يا باسم هي أن كل شيء هنا نصب عينيك، لكنك ترفض النظر إليه. هذا يتعلق بك،
لطالما كان الأمر يتعلق بك منذ تلك الليلة. لقد قطعت عهداً يا نهال أن أترك حياتي القديمة وراء ظهري وأسلك مسار الظلال هذا. وربما ستعثر على النور يوماً ما، لكن حتى ذلك الحين سأسير خلفك في كل خطوة من مسيرتك كي أذكرك بألا تنسى من أنت. هل ذلك تهديد؟ لا أعرف. يبدو أن الدرس على وشك البدء. علي الرجوع إلى الكهرمان. أستميحك عذراً، هل درس فاضل فهيم على وشك البدء؟ بالفعل، تفضل بالداخل. مرحباً بكم جميعاً في بيت الحكمة، مركز التعلم في بغداد، بل في العالم بأسره. أنا فاضل فهيم الكمسة، العالم الأول في بيت الحكمة وأحكم الحكماء. اليوم سأصدمكم بما قد يبدو كلاماً كفرياً صارخاً. لا تخافوا أيها الصالحون، رغم أنني كهل فإن ذهني لا يزال حاداً كالفولاذ. سأتحدث اليوم عن الخفايا، عن مخلوقات من العصر السابق على الطوفان. ألا يخبرنا الأنبياء القدامى عن عمالقة وجدوا قبل الطوفان؟ هجروا الله وعبدوا أصناماً باطلة؟ أليس من الممكن أن يكون هؤلاء العمالقة قد بنوا عجائب وأعمالاً ذات قوة مذهلة ضاعت من الآن؟ ماتت زهرة وحسان، قتلا بنصل حشاش. ماتا؟ أنصحك بالاختباء حتى يصبح الوضع آمناً. نعتذر لكم جميعاً، لكن درسنا قد انتهى. من فضلكم لا تترددوا في استكشاف حجرات بيت الحكمة الممتازة العديدة. تسمي نفسك العالم الكبير يا فاضل، يا من تحرق الكتب أملاً في أن يستر الدخان جرائمك. كم عدد الذين ضحيت بهم بحثاً عن المعرفة؟ كم استخدمت وأذيت وتخلصت باسم الاكتشاف؟ والآن تختبئ داخل بيت الحكمة، البيت الذي انحرفت به عن غايته. لكنني سأعثر عليك وسأحقق العدالة لكل روح عاملتها بوحشية من أجل عملك العظيم. الخبر صحيح، فاضل يقود التنظيم في العباسية، علي ملاحقته. أيها الناطور، دعني أمر. الذين أتوا من قبل هم؟ ما الذي تتحدث عنه؟ الذين أتوا من قبل هم؟ سأرد عليك لاحقاً. أضعت أعظم أعمال فاضل. لكني أسمع ضوضاء غريبة. المحتال العجوز فاضل قد اختبأ. يصنع جهازاً موسيقياً. كم هذا مشوق. ما الذي أخاف العالم الكبير في رأيك؟ لابد أن العجوز الأحمق قد تخيل أحد مخلوقاته في العصر السابق على الطوفان. عار عليه بحق. لكن إلى أين هرب؟ يشاع أن هناك ممرات خفية أسفل بيت الحكمة، ربما اختبأ هناك بالأسفل. سمعت بستاني السطح يذكر هذه الأماكن. أجل، سأورد هذه التفصيلة في أبياتي الشعرية. لقد اختبأ العالم في الأنفاق السرية بعد فراره، تطارده الأوهام سعيا نحو دماره. أني أصح من الآن.
المكان خال، سأستخدم أسلحتي مجددا عند الحاجة. على رسلك، انتهى له أيها الحقير. أنتبه، سأستدعي المساعدة. هل حان دوري؟ أجل ضربة جيدة. أمزقك أشلاء. يستحسن أن لا أستخدم أسلحتي هنا. إنه المجرم، إنه الحراس، إنه هنا. أعذرني، لكني سمعت شائعة عن سرداب خفي أسفل بيت الحكمة. سرداب سري؟ لابد أنك تمزح. لا، على الإطلاق. لابد أن يحتوي مبنى كبير كهذا حتماً على سراديب وأقبية لتخزين الكتب والحبر. لا يوجد أماكن كهذه في هذه المباني. لعل ذاكرتك تنتعش بعملة بسيطة مني. سخي للغاية. جرائم قتل وفوضى ومشاعل. أنا لي أن أغادر بيت الحكمة. لدى أبي متجر سجاد فاخر في سمراء، ولطالما أراد مني أن أتولى مهنة العائلة. قرار حكيم. الآن ماذا عن الأقبية المخفية؟ نعم بالطبع، لا تؤاخذني. بخصوص ذلك، هنالك فتحة سرداب في الفناء الشمالي الغربي. شكرا لك. مهلا النجدة، إنه المجرم، إنه هنا النجدة. المكان خال، سأستخدم أسلحتي مجددا عند الحاجة. ماذا تعني بإضاعتك تحفة العالم الكبير الأدبية؟ متأسف، التهيت بحضور الشاعرة الشهيرة عريب. انسى أمر الشاعرة، لنعثر على كتاب فاضل وإلا أصبحنا أمواتاً. يبدو كجزء من عبارة مرور. سأسلخك حين أجدك. رويدك. ما الذي؟ ذلك لا يبدو في مكانه، مقحماً خلف طاولة هكذا. تاريخ العالم الكبير وإصلاحاته الهائلة في بيت الحكمة. تأليف. لست واثقاً من أن هذا هو المجلد الصحيح. يا
أنا أراك. لا يمكنك الاختباء منا. يبدو أن شخصاً ما ترك كتاباً في بئر السلم. أيرى أحد أي شيء؟ سألاقيك عند مرقد ابن تماهل. يذكر هذا الخطاب شرفة قراءة خاصة، قد تكون المكان الذي أخذ القارئ الكتاب إليه. يستحسن ألا أستخدم أسلحتي. أين الكهرمان؟ أرغب في تقديم شكوى عن قصر الدرس لأنني ما زلت بلا استفادة. أرأيت الرعب الشديد على وجه العالم الكبير؟ بدا كشخص على وشك أن يثقب جمجمته. كم هذا؟
أحسن ألا أستخدم أسلحتي هنا. حماقة الشعر، تأليف فاضل فهيم، لا يبدو عاطفيا تماما بصراحة. النافذة مسدودة، ربما يجر بي تفقد الناحية الأخرى. يستحسن ألا أستخدم أسلحتي هنا. يستحسن ألا أستخدم أسلحتي هنا. أيها الناطور، الذين أتوا من قبل هم؟ سوف أعود بعبارة المرور. لا أشعر بالأمان مولس. يمكنني أن أرسم صورة. غير معقول. مشكلة عن تقلبات الحصص التموينية. مجلد مذهل من تأليف فاضل فهيم، قد يكون تحفته الأدبية. عنوانه: الذين أتوا من قبل هم الذين سيعودون. هذه حتماً العبارة. ولا أستخدم أسلحتي هنا. أكرر عليك السؤال، الذين أتوا من قبل هم؟ هم الذين سيعودون. أصبت، يمكنك المتابعة. المكان خالٍ، سأستخدم أسلحتي مجدداً عند الحاجة. تمهل.
تستحق الفرص. على رسلي. ثمة خطب فادح هنا، رائحة من العفن والحديد، قد تساعدني تلك الأردية على الاقتراب من فاضل. ماذا فعلوا بهؤلاء الناس؟ لن يحتاج المسكين إلى هذا مجدداً. سيساعدني هذا على التخفي. أرجوك أعدني إلى هنا، لا أنزل إلى هذا المكان. لا يمكنني مقابلة العالم. الشخص التالي، ادخل الآن. ثمة أهوال هنا، لكن الأفظع هو أنني قد رأيت كل ذلك من قبل بشكل ما. من يجرؤ على التدخل في عمل العظيم؟ قتل حلفائي وإفساد دروسي، إنها إهانة. يبدو أن ذلك من عمل حشاش متمرس. لابد أنهم فصيل ما في المدينة المدورة، أو أحد أولئك الغاشمين الغيورين في الشرقية. جرائم القتل هذه متقنة بالنسبة للمرتزقة. لا يهم، ما إن أفهموا كيفية عمل الآلية سأثبت نفسي للبهاموت. من هنا أيها المعدوه. أنت جديد، ألست كذلك؟ إنني لا أعرفك. وعدوك بالذهب عندما تطوعت، أليس كذلك؟ ما أنت بصدد أن تشهده يفوق كل ثروات الدنيا. لا تخف. هل أنت خائف؟ هذا عمل العظيم أدعوه الروح، ستأخذك في رحلة إلى عالم آخر. لما ترك الأولون خلفهم هذا العالم مليئاً بالحمقى؟ ولما لم يتركوا من أمثالي إلا القليل؟ ندعو هذا بيت الحكمة، لكن أسسه غير سليمة، لأن أسفل بيت الحكمة تقبع زنزانة الجهل، وعلى أسرار مظلمة كهذه نبني فلسفاتنا. العلم أنبل غاية، والمعرفة أعظم قوة. لا، لا. ماذا إذن؟
العدل. قد يكون هذا المكان، قد يكون هنا حيث تكمن المعرفة المطلقة. إنه ليس كما أتذكره. وراء الأبواب بدا أكثر إشراقا. لكن في النهاية كل ما نراه هو فراغ. العالم أنه يؤمن بهذه الكائنات القديمة، أسياد الذاكرة. لا جدال في الأمر، كان فاضل متورطاً في التنظيم إلى أخمص قدميه. الأفضل التواري عن الأنوار. مساعدة في التعامل مع الإغريقيين؟ لا أعرف يقيناً كيف سأعلم. إنها ستعلمني. باسم ابن إسحاق، كيف وصلت إلى هنا؟ أمر سهل، اتبعت آثار الدم فحسب. لا يجب أن تكوني هنا. هل تكلمه؟ أحياناً، نعم. لكنه لا يرد، وأنا أرد. لقد افترقنا منذ ذلك اليوم، لكن ما رأيناه حين كنا في القصر، هذا النور، هذه الأصوات، لا يمكن أن تكون قد نسيتها. على عكسك يا نهال، أنا أدع الماضي في الماضي. أتسمي البارحة ماضياً؟ وهذا الجني الذي يراودك، هذا الظل المنفر الذي يسحق صدرك، أزحف عائداً إلى الماضي هو الآخر؟ لا، إنه لا يزال هنا. في بعض الأحيان، حتى في النهار، أشعر بأنفاسه على رقبتي، حيث يغزو الكابوس العالم الحقيقي، أو ربما كان دوماً جزءاً منه. هذا جزء من واقعك يا باسم، أنا جزء من واقعك أيضاً، أنا ماضيك. أخبرني،
هل ستتركني هناك في زوايا ذاكرتك المظلمة؟ لن أفعل. ماذا لو اخترعت مكنسة آلية للبساط؟ باسم، انتهى الأمر. وكيف سار ذلك؟ سنؤجل هذا الحديث إلى يوم آخر لنتابعه في إحدى أسمارنا على نار المخيم. أحسنت صنعاً يا صديقي. سأرجع إلى عملي، تعرف أنني أشعر بالملل بسهولة. شكراً على ما فعلته يا باسم. إنها الحقيقة، لقد أحسنت صنعاً. سؤال أخير، عريب، هل كانت متورطة؟ ليس على حد علمي، لكننا يجب أن نظل يقظين. باسم، أنا بجوارك. باسم، تمهل. لا أستطيع تركهم في انتظاري. هل يعي رفاقك أن صائدهم كان مطارداً في منامه؟ لو كان في منامي فقط لتحملته، لكنه تبعاني عندما فررت من الأنبار. الآن صار يترصدني عندما أقتل من أطارده. تقصد رجال القصر المقنعين؟ مات أربعة بيدي، والأخير رأس الأفعى سيلحق بهم عما قريب. لما تقطع الرأس وبإمكانك حل عقدة اللسان؟ ماذا؟ لما قد؟ كان الجني يبطش في المنام فقط، لم يلازمك يومياً قط حتى فتحت الصندوق. عرف المقنعون ما بداخل الغرض القديم الذي استيقظ حين لمسته. لعل لديهم إجابات كأحياء أكثر منهم كأموات. إنني أطارد أعدائي، إنني لا أقاسمهم رغيفي. لقد أديت يميناً يا نهان. كيف تطاردهم وأنت مطارد؟ إن استطعت السير في الظلام حراً دون عبء فستخدم النور أفضل. إني أبعد نصلي عن الأبرياء وليس عن تنظيم القدماء. إن لم تسل خصومك فسأل أصدقائك على الأقل عما كان يسكن ذلك الصندوق ولماذا سعوا إليه. ينتظرني رفاقي عند مقر الحربية. صفي ذهنك يا باسم، ركز على المهمة التي أمامك.